خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. تباركت يا رب عاتيت أحمدا نعائمك العظمى وعظى لك الغرة، ففي الغار قد فاض الحمام لوقتها وفي الغار حاك العنكبوت له سترا. رأته عيون الكافرين فأغمضت فكان عمار الغار في عينهم كفرا. فسبحانك اللهم تلك حمامة على ضعفها الملحوظ حيارة الكفرى. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأخوة المؤمنون، نعيش الآن في أحد هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلو علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاس مركز الزكاة زيه محافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة مقصود. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء
ألم تعلموا
صبر جميل
صغر الجميل
قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله صدق الله العظيم.